مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج هو وهن. واسمحوا لي في الأول أرحب بمروة. يا ميومي عاملة إيه؟ الحمد لله. طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وقعدة جديدة من قعداتنا في هو وهن. إن شاء الله فقراتنا كلها النهاردة تعجب حضراتكم، لأن النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. قولي بقى، النهارده موضوعنا مهم وحساس الحقيقه. يا ترى ايه اللي ممكن يخلي الشخص يدخل في دوامه الادمان، والاهم ازاي يقدر يخرج منها ويبدا من جديد؟ يعني دوامه الادمان بتكون صعبه ورحله طويله جدا جدا جدا، فعايزين نعرف اسبابها وليه حد ممكن شخص يعني صحي يدخل فيها. انا بشوف ان الادمان، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، فعلا انا بشوف ان الادمان ده من الابتلاءات القويه اللي ممكن يبتلى بها الانسان. أصعب حاجة في الدنيا الأسرة والأم والأب اللي بيكونوا عندهم شخص مدمن، وإحنا بنشوف إن في نسب عالية جدا جدا من سن 20 ل 29 سنة، دول أكتر عرضة لإدمان المخدرات. النهاردة بنتكلم عن أسباب المخدرات، بنتكلم عن الحالة النفسية اللي ممكن يوصل ليها المدمن. مراحل صعبة جدا، في أكتر من برنامج اتطبق الحقيقة في مصر، وفي مبادرات كتير جدا اتعملت في مصر عشان التعافي من الإدمان. بنشوف إن في 12 خطوة دي من أكبر البرامج اللي اتطبقت في مصر بيمر بيها اللي بيتعافى من الإدمان. لو مر بال 12 خطوة دول خلاص هو كده بيتعافى من الإدمان. الحقيقة أنا بشوف إن في فقرات بتنفع جدا جدا الناس وبتساعد الناس اللي بيشوفونا. النهاردة معنا حالة تعافت فعلا من الإدمان. معنا النهاردة ضيفنا أحمد يحيى. أكيد تجربة صعبة جدا 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 مر بيها المدمن أو الشخص اللي هو تعافى من الإدمان. تحديات كبيرة جدا، صعوبات كبيرة، مشاكل كبيرة جدا بينه وبين أهله، مشاكل تعليمية برضو بشكل كبير. هنعرف منه الرحلة دي وصل بيها ازاي ان هو يوصل لنقطة التعافي. فقرة مهمة جدا طبعا. وبعد كده هنتقل كمان للفقرة التانية ونتكلم بقى في الجزء العلمي، هنعرف ايه هي انواع الادمان الموجودة، ايه العلامات اللي بتظهر على الشخص المدمن، وازاي يقدر يتعافى ويدخل الرحلة الطويلة دي. هيكون معانا في الفقرة دكتورة شيماء حسن، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. واخر فقرة معانا بقى تكون فقرة المطبخ. هنروح في الآخر بقى طبعا آخر فقراتنا زي ما معودينكم فقرة المطبخ، مطبخ هو وهن. محضرين النهاردة أكلة حلوة جدا، انتظرونا. هنروح بس الفاصل صغير وبعد كده نرجع نبدأ أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معانا. زي ما اتكلمنا في الانترو بنتكلم النهاردة عن الإدمان أو التعافي من الإدمان. أنا بشوف إن من أصعب التجارب اللي ممكن بيمر بيها أي شخص في الدنيا هو الإدمان. بشوف إن الإدمان من أصعب الابتلاءات القوية للإنسان، لأنه الحقيقة دمار شامل مش للإنسان بس، لا ده لكل أجهزة جسمه، ده لكل المحيطين به، لكل الناس صحابه اللي حواليه. الحقيقة أنا بشوف إن المدمن بيمر بمراحل صعبة جدا ودايما بيشعر بالوحدة حتى لو في ناس كتير حواليه. فقرتنا دلوقتي بتكلم عن التعافي من الإدمان في أكتر الحقيقة من برنامج كان بره مصر للامتناع عن تناول كل أنواع المخدرات، وأشهرهم برنامج الـ NA، وده الحقيقة اتطبق في مصر من فترة كبيرة جدا. البرنامج ده عبارة عن خطوات كتير، هما 12 خطوة دول لو خلصتهم يبقى أنت كده وصلت مرحلة التعافي. بتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي اللي هو التعافي، اللي في ناس كتير قوي بتتمنى أنها توصل للمرحلة دي. معايا النهاردة الحقيقة نموذج بدأ في العلاج وبفضل الله تعافى تماما من الإدمان. تعالوا مع بعض نتكلم معاه ونشوف قصته إيه وبدأ إزاي وإيه المراحل الصعبة والتحديات اللي مر بيها. معايا النهاردة ضيفي هو أحمد يحيى. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بحضرتك، منورنا. بنورك. ناس كتير قوي بتتمنى أنها توصل للتعافي، بيبدأوا وبعد كده بيرجعوا ما بيكملوش البرنامج اللي أنا قلت عليه 12 خطوة، والأهالي الحقيقة بتتحسر، لأن أنا بشوف الموضوع ده من الابتلاءات القوية قوي اللي بتصيب صعب الإنسان المدمن. بدأت إمتى يا أحمد الإدمان؟ بدأت من أجازة الثانوية العامة 16 سنة. وانت عندك 16 سنة؟ 16 سنة. كنت طبعا مع اصحابك؟ كنت اصحاب السوق زي ما بيقولوا. مفيش حاجة اسمها اصحاب سوق، هقولها لك. هو خلي بالك محدش عايز يضر صاحبه، هو كل واحد عايز يخلي صاحبه مبسوط زيه. محدش قصد ان هو يضر صاحبه. انا صاحب سوق، هو صاحب سوق صاحبي. لما عزم عليك بحاجة مش القصد. مش القصد، هو كان عايز نبسط. لانه ده لو انت قصدك تقول لو ده هو عارف ان ده بيضره ما كانش هو عمله. الله ينور عليك. هو محدش عايز يبقى وحش. بس 16 سنة سافرنا طبعا اول مرة نبقى لوحدينا بعيد عن اهالينا، فخدنا المساحة ان احنا نعمل اي حاجة. اي حاجة نفسنا فيها بقى.
فطبعا عايزين ايه اكتر حاجه ممكن تبسطنا نسمع عنها؟ المخدرات، نوع من انواع المخدرات ايا كان. فروحنا احنا عندنا الفضول طبعا، واحنا متمردين طبعا على اي قواعد. كنت بايت بره كام يوم؟ لا احنا كنا مسافرين بقى سفر. يعني بايت بره كام يوم؟ اربع ايام ولا خمس ايام ولا حاجه زي كده. بدايه التعاطي بيبقى فيه دايما الابن او اللي بيدمن او بيتجه للادمان بيبقى دايما بيفكر في اهله، بيخاف قوي، يقول انا ماما قالت لي ما تعملش حاجه غلط، بابا قال لي ما تعملش ايه، في صوره كده دايما كانت بتبقى قدامك، ما تعملش حاجه غلط، افتكر اهلك، افتكر مامتك وهي بتدعي لك الصبح، ما تعملش حاجه غلط، ما تاخدش حاجه وحشه من صاحبك، لو حد عزم عليك بسجاره ما تشربش منه. اكيد الكلام ده كله كان جوه بالك او بتفكر فيه. لما الحاجات دي كنت بتفكر فيها ما حاولش تتراجع؟ الحاجات دي كلنا متربيين عليها، مفيش حد في مصر في العالم مش عارف ان المخدرات غلط، بس احنا وصلنا لمرحله، عارف الكوبايه لما تتملي على الاخر؟ المرحله دي المرض، خلي بالك الادمان بادي من واحنا صغيرين او متكون معايا، بمعنى متكون انا مدمن بس هو ظهر لما خدت المخدرات. هو ما كانش ظاهر، بمعنى بمعنى ان انا في مرحله النشاه او التكوين اللي هو الطفل بيبتدي شخصيته تتكون. الطفل ده اتعرض لايه؟ ان باباه مد ايده عليه مثلا عشان خاطر الولد عمل حاجه غلط مثلا، تمام؟ او مامته زعقت فيه، دي حاجات اسمها انتهاكات بتاثر في الشخصيه بتاعت البني ادم وهو بيتكون، بتخليه بتربي جواه بدل ما هو يبقى مثلا يعمل حاجه غلط او يعرف ان دي حاجه غلط، احنا بنبتدي نبقى نعمل ديفنس تاني او نعمل شكل تاني ان احنا لا مش هنعمل حاجه قدامكم. ابتدى الخوف هنا، الخوف ابتدى يتكون، فتكون في الشخصيه بس ان انا مش هعمل حاجه قدامك. في بقى الحاجات اللي هي دي اسمها اسباب المرض اللي هي الانتهاكات، هي يعني لغايه من 3 سنين لغايه 12 سنه 13 سنه اللي هو بدايه سن المراهقه، اللي هو بتقوم ايه؟ خلاص طلع الدنيا، خلاص بقى طلع الدنيا. لا انتوا كل حاجه قلتولي عليها خلتني مش مبسوط، فانا بقى هنبسط بطريقتي، هعمل كل حاجه عكس اللي انتوا قلتوا عليها. حياتك قبل التعاطي كانت عامله ازاي؟ كنت طالب عادي ولا كان عندك بعض المشاكل اللي انت نفسك تخرج من دايره معينه، ولا كانت عباره عن بالظبط؟ حلو الكلمه دي. ما كنتش مرتاح. ما كنتش مرتاح. هل ممكن تكون عشان مرحلة المراهقة دي من أصعب المراحل اللي ممكن بيمر بها الإنسان؟ هي مرحلة فيها تغيرات كتير جدا فيسيولوجية، تغيرات عقلية، تغيرات نفسية، تغيرات جسدية، يعني مرحلة صعبة، يمكن عشان كده ولا أنت نفسيتك كنت تعبان من حاجات تانية؟ لا أو من أسرتك؟ وعامة المشكلة طبعا أساسها البيت، خلي بالك طبعا المشكلة، مشكلة الإدمان دي أساسها البيت، مفيش راحة في البيت، مفيش تفاهم، أساسها البيت بمعنى أساسها إيه؟ الأهل. بمعنى إيه؟ الأهل هم السبب، الاهل هم السبب، بعدين يليهم على طول. طيب هقف عند النقطه دي، قلت لي الاهل ساعات بيبقوا السبب في تعاطي الابن المخدرات، بمعنى السبب. ايه الاسباب؟ السبب رقم واحد. طب تمام، طيب اقول لك على حاجه، التعنيف، الزعيق، الترك اللي هو الشغل بتاع الاب والام وسايبين عيالهم طول النهار، ما ده انتهاك طبعا. هو الطفل المفروض في الوقت ده يكون بيتربى طبعا، او بيكون بيتقدم له شكل معين، بالعكس هو مرمي مثلا عند سوريا انا اسف في حضانه او عند الجيران او عند الجد او الجد. بس خلينا نقول ان دي ممكن بتختلف من شخص لاخر، في شخص بيبقى عاطفي بيبقى محتاج الحنان بتاع الاب والام، مع حاجات ثانيه، مع حاجات ثانيه، مع حاجات ثانيه، ما هي مش انتهاك واحد، احنا بقى هنقابل مجموعة مدارس، بقى هنخش المدارس هنقابل المدرسين اللي احنا قابلناهم واحنا صغيرين اللي كانوا بيضربونا بالعصيان وبيمدونا على رجلينا، دول اساسا مش مدرسين. فانت المفروض بعد كده تطلعي، هي مجموعه عوامل كتير وصلتك ان انت خلاص عايز تخرج من اللي انت فيه. فانت تعرضتي، بصي انت تعرضتي لكام حاجه؟ تعرضتي لتربيه فيها نوع من التعنيف او الشده او القسوه، وممكن ترك كمان، بعد كده دخلتي على المدارس اللي هي انت مش عايزه تروحي تتعلمي بقى بسبب اللي انت بتشوفيه، ممكن حصل موقف كمان من بره، حد مثلا بيحصل انواع انتهاكات، علاقه بقى عاطفيه ممكن تكون فشلت، اي حاجه من الحاجات دي ممكن تؤثر على الشخص. دخلنا لغايه 14 سنه 15 سنه، خلاص بقى انا هعمل اي حاجه ثانيه. طيب دلوقتي انا بتكلم، انا بشوف ان دلوقتي موضوع مهم قوي التعافي من المخدرات، تمام. من الموضوعات المهمه قوي ومن المراحل المهمة قوي اللي ممكن يوصل بيها للإنسان للتعافي، أو في مراحل كتيرة قوي بنوصل ليها. إزاي أثر عليك وأثر على عيلتك وأثر على كل المحيطين بيك؟ احكي لي كده أول سنة.
لما عرفوا اهلك عملت ايه؟ اول حد بيتضر الاهل طبعا، لان اول ناس بتتسرق الاهل، اول ناس بيحصل انفعال او خناق الاهل، اول حد بيقطع على الموضوع الام او الاب، فطبعا تبقى ايه الاشتباك بيحصل هنا. معركه كبيره. مين بيسرق؟ بسرق اخواتي قبل اي حد، قبل ما بروح، قبل ما بسرق بالشارع. ما هو طبيعي، ما هو انت لو معاكي احمد قول لي، اول مره والدتك او والدك عرفوا ان انت بتتعاطى المخدرات؟ كان فرح. كان فرح والله. يعني ايه كان فرح؟ يعني كانت فضيحه، قصدي يعني امي زفتني في البيت. عملت ايه؟ عملتش حاجه. حاولت تبطل؟ وانا حاولت ابطل كتير. بس انا لوحدي مش هعرف. معرفتش. ومفيش حاجه اسمها تبطيل في البيت دي. هو اساسا مفيش بقى، عشان الناس برضه اللي بيشوفونا النهارده، انا ام وكل الامهات للاسف دي بتبقى من مميته للام ان تشوف ابنها بيدمن. مفيش حاجه اسمها انا هحبسك عشان تبطل، هاخد منك كل حاجه عشان تبطل، كل الكلام ده غلط. اساسا احنا لازم نبعده عن السبب زي ما قلنا. حلو. اول حاجه المسبب. ايه المسبب؟ المسبب الاهل، البيت، ايا كان بقى، مش عارف السلوكيات تتغير. مين هو؟ لا تعالى نبعده الاول بس. نبعده عن ايه؟ نبعده عن البيت. لازم نبعده عن البيت. نروح مصحة. مش هنقول كلمه مصحة، مركز. نروح نبعده عن البيت. بعدين نبتدي نعرف الاسباب اللي عنده. هنعرفها ازاي؟ طيب انا عشان نقول نعرفها ازاي ونرتب كده الافكار عشان كل الناس اللي بيشوفونا النهارده. تمام. في برنامج شهير اتطبق في مصر، هو برنامج الان ايه اللي هو 12 خطوه عشان توصل او وصولا فيها للتعافي، للتغيير. تغيير. اقول لك حاجه. انا النهارده بشرب مخدرات عشان انا تفكيري بالشكل ده وصلني ان انا اشرب مخدرات. فانا عشان ما اشربش مخدرات لازم اغير ايه؟ فكري. بس هي دي فكره الان. يعني انت شايف ان في مرحله اولى قبل ما نروح لمركز تاهيل او احنا نبطل هي فيه؟ هي لا، هي في مركز هناك التاهيل. مركز التاهيل في كل الكلام ده تغير. هو ده دور الافكار بتاعتك، او انت كيمياء دماغك عايز تغيرها؟ ما احنا كيمياء الدماغ بتتغير. بصي اقول لك على حاجه، هي المخدرات بتغير افراز الهرمونات طبعا. فانا عشان خاطر اسحب المخدرات باخد وقت عشان الهرمونات ترجع ايه تشتغل تاني بشكل طبيعي. عشان لو الكلام ده حصل في البيت هنتحر. ليه؟ عشان مفيش ادويه، مفيش حد فاهم يبتدي يعالج. حتى ادويه يا احمد، يعني الادويه من الحاجات اللي ساعدتك ان انت تبطل. المخدرات دي ايه؟ مش المخدرات دي سموم داخله بتوقف او بتخليكي بتفرزي، بتغير لك كميه الدماغ، بتفرزي هرمونات زياده قوي، فبتبقي هاي قوي، يعني بتبقي بتغير مزاجك قوي، بتخليك مبسوط قوي، او بنت بتتشعر بحاجات كتير. تعالي وقفيها. هل هترجع الهرمونات تشتغل لوحدها طبيعي؟ لا، فلازم طبيعي دكتور يكتب لك على دواء او اي يعني حاجه. انت شايف ان الادويه مساعده؟ لازم ادويه. لازم. هو انت ايه ده، انت بتدخلي سم؟ بطلت من 11 سنه تقريبا. تمام. كنت عندك كم سنه تقريبا؟ 29. وبطلت غصب عني، اتخذت من البيت، حاولت كتير ابطل في البيت، وكنت رافض ان انا اروح بمزاجي. لغايه ما امي كلمتهم راحوا بعتوا خدوني من البيت. من اصعب الحاجات اللي في الدنيا، انا بشوف ان ده من أنقذت اصعب حاجه. انقذت حياتي. بتمر بيها الام والاب. انقذت حياتي طبعاً. يعني عشان خاطر ناس كتير بتقول لي اصل هيزعل من يزعل مننا ايه، هيموت. يعني انت لو سبتيه ايه اللي هيحصل؟ هيتجنن او هيموت. انا عارفه قصدك جدا، ان انت بتقول النهارده لكل الامهات وكل الاباء اللي بيشوفونا، اصل ما ينفعش نعمل كده مع ابني، اصل هيزعل مني، هيزعل اصل إيه؟ شكله هيبقى وحش. كل الحاجات دي انت دلوقتي لازم ما تفكرش فيها، لازم تلحق ابنك او بنتك. هيبقى زي سفاح التجمع، يا اما هيموت، هيتجنن. ما كل المخدرات الجديده لما اتخذت بالشكل ده في البيت نفسيتك كانت محطمه اكتر من كلمه محطمه بشويه. لا، يا نفسيتي كانت محطمه اكتر من البهدله اللي المخدرات وصلتني بيها. كنت شغال في بنك، في الاخر كنت بشهد. كنت شغال في بنك، كنت خاطب، طبعا خطيبتي سابتني واتفصلت طبعا من البنك. شغال في بنك كبير كمان 5 سنين، وكان اي حد يتمنى الشغلانه دي طبعا. في الاخر كنت واقف على الناصيه بستلف من اصحابي طبعا، ما في البيت طبعا زهقوا وقرفوا وسرقت وعملت كل حاجه. خلاص بره، ما مش معانا بقى. امي قالت لي انت وقفت حال اخواتك البنات. اكيد فاهمه الكلمه صعبه جدا. وبرده انا مش عارف ابطل. انا نفسي ابطل وزعلان. اصحابي انت خليتني اتاثرت جدا بالكلام، لان انا على درايه ان اي ام واي اب بيمر بمرحله صعبه زي دي، ان انت بتوقف حال فعلا اخواتك البنات عن الجواز، بتوقف حالك ازاي، خطيبتك سابتك، استحملتك اكيد فتره كبيره جدا. فضايح. طبعا كل الحاجات دي لما مرت اهلها شافوني شارب ويعني بشكل مبهدل طبعا، مش لائق. انت متخيله المنظر؟ طيب دخلت، خلينا بقى نتكلم في مرحله التعافي عشان نفيد كل الناس النهارده. لما وصلت للمرحله ان انت خلاص بقيت 4 حيطان، انت في المستشفى او في مركز التاهيل، تمام،
تعافيت بعد قد ايه تقريبا؟ خلينا نقول مشيت على البرنامج الان ايه اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو بيتكون من 12 خطوه، ولا انت حسيت بتغيير مثلا في الخطوه السادسه السابعه الثامنه؟ بص اقول لك على حاجه، هو الفكره ان انت تبقى ممكن تصدق الكلام ده. انا صدقت الكلام ده بعد ما مشيت بدماغي ولبست في الحيط وامي طردتني بعد ما بطلت 9 سنين بسبب ان انا مشيت بدماغي. ليه بقى؟ قالوا في الكتاب في الان ايه في حبه حاجات محظورات المفروض ما نعملهاش، سواء علاقات عاطفيه احنا مش مستعدين ليها شكل معين. العلاقات ليها شكل معين. العلاقه الصحيه عشان تخش علاقه صحيه عشان ترتبطي بحد، مركز التاهيل ده او الخطوات دي بتخليك مش بس تتعافى من الادمان، بتغير لك سلوك او محور حياتك كله. طبعا طبعا. خليك حاجه تانية بس عن الموضوع ده، بس هي الفكره ان انت تصدقي. انا بقول لك العلاقه الصحيه ليها شكل. انا النهارده عشان ارتبط بواحده لازم اكون بشتغل بصرف على نفسي وفي فائض اعرف اصرف بيه على حد. مش هاخد من ماما او بابا. بص ده الشكل الصح جدا. طبعا. طيب هو احنا المفروض نعمل الشكل ده، احنا بنستعجل. طبعا انت بطلتي مخدرات فطبعا الهرمونات كلها رجعت تشتغل تاني. تمام. بدات قد ايه او وقت قد ايه في المستشفى وبعد كده رجعت البيت؟ يعني ايه الوقت اللي انت تعافيت فيه تقريبا؟ وقت البرنامج في المكان المستشفى. من 6 شهور ل8 شهور. ل8 شهور وبعد كده بعد ما رجعت هل في انتكاسه حصلت؟ السلوكيات غلط. زي ايه؟ امانات، سرقه، وقعت. سرقت او حصل سرقت كده أمي. ليه طالما انت بطلت؟ ما كنتش مصدق الكلام اللي بيتقال اللي هو اللي كانوا بيعلموني. فبعد لما خسرت، لما طبعا رجعت لهم تاني بس من غير مخدرات طبعا مطرود، صدقت ان هم صح. هذا اللي كنت غلط طبعا. انا مبسوطه جدا بيك، انت نموذج فعلا دلوقتي في الاف الشباب يتمنوا ان هم يوصلوا لمرحله التعافي. سالته بتشتغل ايه دلوقتي، يعني انا اتصدمت من الرد لانه قال رد مبهر الحقيقه ليا، هو فتح مركز تاهيل او مركز علاج للادمان. مرحله مهمه جدا جدا. اللي انا كنت شغال فيه. اللي انت كنت شغال فيه عملت ايه؟ ولا حاجه، بقيت انا صاحبه. انت بقيت صاحب المركز ده؟ وبقيت تعالج بقى يعني انا طبعا مبسوطه جدا ان انت فكرت ان انت تسيب كل الحاجات، كنت ممكن ترجع لشغل البنك تاني. كان هيتقفل وانا رحت واخده، يعني ربنا قدرني انا وناس دخلنا خدناه والحمد لله. وعندنا ناس مبطله 6 سنين و5 سنين دلوقتي. الحمد لله. بتشوف اكيد حالات صعبه كتير جدا جدا، ناس اهاليها رافضينها وبعدين دلوقتي بيدعوا لنا وبيدعوا لهم ان هم الناس زي الفل. انت عايز اقول لك ان انت بتعمل ثواب كبير جدا وبتوصل لمرحلة أو بتوصل للناس لمراحل هم نفسهم إن هم يوصلوا للمراحل دي. مرحلة التعافي دي من المراحل يعني أقول لك حاجة من عند ربنا، ناس بيتمنوا إن هم يوصلوا لها. موضوع صعب جدا جدا، ومحدش نفسه يبقى وحش. أحمد أنت نورتني، أنا بشكرك جدا وبحييك على إصرارك وأملك وإن أنت فعلا قدرت إن أنت توصل للمرحلة دي وتتعافى وبعد كده تكون صاحب مركز من المراكز المهمة لعلاج الإدمان. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح. بشكرك جدا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم فاصل قصير وهنرجع تاني، خليكم معانا. بعد ما كان معانا حالة حقيقية في الفقرة الأولى واتكلمنا معاها، دلوقتي هننتقل للجزء العلمي. هنعرف إيه هي أنواع الإدمان الموجودة وإزاي ممكن نتعرف على العلامات اللي بتشير لإدمان شخص معين، وهل في أسباب معينة بتخلي الناس تقع في فخ الإدمان، وأخيرا إزاي نقدر نحمي نفسنا والأشخاص اللي حوالينا من المخاطر دي. كل ده هنعرفه من خلال ضيفتنا دكتورة شيماء حسن، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان. دكتورة شيماء برحب بيكي في هو وهنا. اهلا بيكي. في البداية عايزين نعرف ايه هي انواع الادمان الموجودة في المجتمع. اول ما بنقول ادمان الناس على طول بتفكر انها مخدرات. ولكن اكشوالي الادمان ممكن يبقى ادمان سلوك او ادمان سبستانس نفسها. ادمان السلوك عندنا زي ادمان الاكل، ادمان الانترنت، ادمان العلاقات، ادمان البورن او الجنس. السبستانس بقى في ادمان الكافيين وإدمان النيكوتين، السموكينج العادي ده إدمان. وطبعا بقى بيأتي عندنا إدمان المخدرات بأنواعها المختلفة والكحوليات اللي هو أصعب مرحلة. طب إيه العلامات اللي بتقول الشخص ده مدمن؟ إحنا في البيت نبدأ ناخد بالنا أو نشك كده لما نلاقي تغيير في السلوك
مع الشخص اللي عايش معانا ده، زي ان هو يبدا يختفي لفترات طويله بره البيت، يبدا ينعزل، يقفل على نفسه باب كتير، يبدا ان هو يعني يتغير معاهم، حتى في حالته المزاجيه ممكن يبقى اجريسيف اكتر او عنيف معاهم بزياده. ممكن نلاقي حاجات بدات تختفي من البيت، حاجات ماديه يعني اقصد. فدي تخلينا نشك كده انه لا، في مشكله، وممكن تبقى المشكله دي مشكله ادمان. طب هل في علامات بتكون واضحه اكتر، يعني ظاهره على شكله وشه؟ اكوردنج للي هو بياخده، ممكن يكون نلاقي عينيه حمراء، يعني مسقط كده، او يعني غايب كده شويه مش معانا، بنرد فيه تاخير في بنتكلم معاه، يعني بيبقى فيه تاخير في الرد، نايم فترات طويله او صاحي فترات طويله، ودايما نلاقيهم عرقانين لما بياخدوش المخدر. مش مع كل ده في الافلام بس يعني. طب ايه الاسباب اللي تخلي الشخص طبيعي وصحي يلجأ للادمان؟ الحقيقه مرض زي مرض الادمان ده ملهوش سبب وحيد، او بنقول ان هو اسبابه مالتي فاكتوريال، يعني ممكن بيبقى فيه سبب جيني، او انه في حد في العيله ممكن تلعب دور في الادمان. ولكن وجودها لا يعني بالضروره حتميه ان انا هبقى مدمن. تمام، ولكن هو فاكتور بيخليني عرضه اكتر للوقوع في مشكله زي دي. فلو في حد عندي في البيت عنده نفس المشكله، حد بيتعاطى في البيت، فده بيخليني ان انا عرضه اكتر لحاجه زي كده. اسباب تخص السبستنس نفسها وكونها افيلبل وموجوده ومنتشره وسهله احصل عليها، ده يخليني عرضه اكتر للوقوع في مشكله زي كده. التفكك الاسري والضغوط اللي بنقابلها بالظبط، سواء في الشغل او في الدراسه او مشاكل في العلاقات، فكل دي اسباب ممكن تخلي الشخص يدخل في مشكله زي مشكله الادمان. طب لو حد مريض اكتئاب، هل في علاقه بين الامراض النفسيه والادمان او سهوله الادمان؟ فور شور. الامراض النفسيه ممكن تكون سبب من ضمن الاسباب اللي تخلي الشخص يلجا للمخدرات عشان يحل مشكلة المرض النفسي اللي عنده، لأنه مش قادر يكوب، أو عنده مشكلة أنه يروح لدكتور نفسي ويتعرض للاستجمة بتاعته وأنا مجنون مثلا، أو أنه هو ياخد أدوية نفسية، فلا أنا هقع في فخ السلف ميديكيشن وأنا هتصرف أنا بنفسي، فأروح ألجأ لهذه الطريقة. يكون عنده رفض للتعامل مع الواقع. فبيلجأ بقى للمخدرات والإدمان. بالظبط. فده بيخليه سسبتبل أكتر أو عرضة أكتر أنه هو يدخل في مشكلة زي الإدمان. والعكس، الإدمان نفسه بيسبب أمراض كتير نفسية. طبعاً. فالقلقان وبيروح ياخد مخدرات، بعد كده القلق بتاعه بيزيد أكتر. اللي مكتئب وبيروح ياخد مخدرات، الاكتئاب بتاعه بيزيد أكتر. فالمخدرات بتؤدي إلى أمراض نفسية، والأمراض النفسية دايماً مصحوبة عندنا أو بشكل كبير يعني مع مشكلة الإدمان. طب عايزين نتكلم عن الأمراض الصحية أكتر اللي ممكن يسببها الإدمان على المدى الطويل. لا كتير بقى. أولاً الجهاز التنفسي، يعني المواد اللي احنا أو الناس بتاخدها دي بتسبب تليف في الرئة، وممكن لنج كانسر على المدى الطويل، تليف في الكبد، وأمراض زي الإيدز وفيروس سي بسبب الإنجكشنز وما شابه، يعني جلطات في المخ، يعني فشل في أجهزة الجسم بشكل عام، يعني ده تدمير يعني شامل. وطبعا تصل إلى الوفاة. طب هل في أنواع مخدرات معينة بتخلي الشخص فريسة أسرع للإدمان؟ أول ما ياخدها خلاص يعني يبتدي يدخل في سكة الإدمان الحقيقة. زي الهيروين مثلا. بالضبط. مواد زي الهيروين من المواد اللي بنقول عليها شديدة الإدمانية، إن هو مش محتاج يقعد فترة طويلة بياخده عشان يبقى خلاص وانس، إن هو أخدها مرة في اتنين وخلاص، بعد كده بندخل في أدكشن. مواد زي المصنعة حاليا، ودي مواد خطر جدا، زي الستروكس وزي البيلز اللي بنشوفها دلوقتي. بالضبط كده، لانها رخيصه ومفعولها قوي. ما بقتش النيتشر، دي بقت حاجات سينثيتك مصنعه، كيميكال. ودي اضرارها اكبر كتير من الحاجات الطبيعيه الحقيقه. طب ممكن تقول لنا انواع تانية؟
احنا قلنا الشابو، الهايدرو، الستروكس، الكريستال ميس او الامفيتامينز، يعني دي كلها حاجات جديده بدات تظهر. طب هل مفعولهم كلهم واحد ولا كل لو كل دواء معين مفعول؟ احنا عندنا المخدرات بتنقسم كده او الافكت بتاعها لثلاث اقسام. حاجات منشطه تخليني كده عندي اكتيفيتي وصاحي وباور، وحاجات مثبطه تخليني مدروخ ونايم وفاصل، وحاجات مهلوسه. تمام. يعني المهلوسه دي حفلات بقى، الاس دي والبلس اللي بتتاخد دي تخليني اشوف هلاوس وبتخليني انفصل تماما عن الواقع وابقى في عالم تاني لوحدي. طيب دكتور، عايزين نتكلم بقى عن رحله العلاج لانها بتكون اكيد طويله وصعبه ومرهقه، مش بس على المدمن كمان على العيله كلها. عايزين نتكلم عن الخطوات الاولى. اوكي. هو نمبر 1 بقول سيك هيلب. اوعى تقع فخ انه انا هعرف اتعامل وانا هبطل لوحدي وهتعافى لوحدي. لا، ده فخ بيقع فيه كتير من الناس وللاسف ما بينفعش. لازم مساعدة، لازم تلجأ لحد مختص. فأول حاجة سيك هلب، يعني روح دور على مساعدة. احنا موجودين والمراكز المختصة في علاج الإدمان موجودة دلوقتي ونقدر نوصل لها، مستشفيات حتى إيفن المستشفيات الحكومي، في عندنا الخط الساخن تبع الأمانة العامة للصحة النفسية ان انت تقدر بالفون كول تتواصل مع الأطباء. فسيك هلب، يعني ما تقعدش لوحدك وتفتكر ان خلاص، يعني لان مرض الإدمان من الأمراض المعروفة. اعتقد اول خطوة ان هو يكون عايز يتعالج او يتعافى من الإدمان ده، دي اول خطوة. مش كل الناس بتبقى قادرة توصل للمرحلة للنقطة دي بالظبط. هو بيبقى عايز يتعالج وشايف ان هو محتاج مساعدة بس بيبقى فاقد السيطرة. ممكن تلجأ لحد من أهلك، هو هيساعدك. يعني حد ياخد الخطوة بالنيابة عنك، لأن احنا بنبقى مقدرين ان احنا وانس ان احنا فقدنا الكنترول مش قادرين ناخد الخطوة دي، بتبقى صعبة. طب عايزين برضو نعرف طرق العلاج، هل بتكون كيميائية فقط؟ الحقيقة انه الكيمياء بنعتمد عليها في فترة الديتوكس او الفترة الأولى اللي فيها أعراض الانسحاب، بناخد أدوية فعلاً وبحيث ان احنا نعدي الاعراض دي. ولكن علاج الادمان مينلي ليس كيميكال. علاج الادمان ده رحله كده بياخد فيها جلسات فرديه مع الاطباء والاخصائيين، بياخد فيها جروب ثيرابي او علاج جمعي، وفي جروب ثيرابي تفاعلي بيعرف عن مرض الادمان وبيعرف يتعلم مهارات جديده، مهارات منع الانتكاسه والتعامل مع الافكار الملحه وهكذا. ففي برنامج علاجي كامل هو محتاج ان هو ياخده عشان فعلا نقدر نقول ان هو دلوقتي لا بقى واقف على ارض صلبه. طب ليه شخص تعافى وخلاص طلع من الرحله دي كلها يرجع ينتكس من اول وجديد؟ الحقيقه ان مرض الادمان من الامراض اللي بنقول عليها امراض مزمنه. يعني ايه؟ يعني ان هو بيفضل المرض موجود او الفكره بتفضل تيجي على بال المدمن، هو استيل عايز ياخد، استيل عايز يرجع. ومش كل الناس بتبقى قادره تتعامل مع هذه الفكره، او مش كل الناس بتبقى عندها المهاره الكافيه او بتاخد علاجها الكافي عشان تقدر تتعامل مع الفكره دي. فهو بعد ما بياخد علاجه بترجع الفكره دي تجيله، فيقوم ايه؟ يرجع ينتكس تاني، او تعرض لضغط ما قدرش ان هو يكوب مع هذا الضغط فيرجع ينتكس تاني. طب عايزين نتكلم بقى عن دور الاسره والمجتمع عشان يساعدوا شخص مدمن يعدي من المرحله دي. هو دور الاسره الحقيقه بيبدا من الاول خالص، من البروتكشن، ان انا احمي ابني او بنتي من انها تقع في هذا الفخ، ان انا افضل داعم لي، اسمعه، اخد بالي من اي تغيير يحصل معاه. بعد كده انا اللي هدفعه او هشجعه ان هو ياخد قرار العلاج. وقع، هرجع ان انا ازقه ان هو يرجع تاني يكمل. فالحقيقه ان دور الاسره يعني جزء اساسي في علاج المدمن. بيبقى في عندنا جزء كده اسمه family intervention، يعني انا بتعامل مع المدمن وبديله السيشنز بتاعته وبتعامل في العلاج، وجزء تاني بيبقى مع الاهل نفسهم نقعد نتعامل معاه. طب دكتور بقى من واقع خبرتك، ازاي المجتمع يحارب ظاهره الادمان بشكل عام؟
او من الاول يعني. اوكي نمبر 1 هو الوعي. ان احنا عن طريق حاجه زي اللي بنقدمها كده دلوقتي نبدا نتكلم ونبدا نعرف مخاطر الادمان ونبدا نعرف ازاي نحمي ولادنا وهكذا يعني. وطول الوقت نحافظ على ان الاسر بتاعتنا ما تبقاش اسر مفككه، لان ده يعني اللي هو ايه، ده فخ كبير الناس او الادمان يعني بيقدر يدخل لنا عن طريقه. طبعا مكافحه الادمان، مكافحه اللي هي البؤر الادمانيه، نبدا ان احنا ننشر ثقافه انه لا دي بتعمل كذا او بتعمل كذا. كتير من الناس بتاخد under peer pressure، يعني الشباب بيبقى مش فاهم وبيجرب على سبيل اللي هو ايه، فضول مش اكتر. بالظبط، عشان يدخل مع اصحابه والشله. بالظبط. طب عايزين نتعامل برضو يعني نعرف ازاي نتعامل مع الستيجما او الوصمه اللي بتبقى مع المدمن او المتعافي بشكل عام. يعني يعتقد برضو رحله صعبه قوي ان المتعافي يطلع من الادمان، فبيلاقي الناس كلها تاخد حذر منه لان هو كان في الاول برضو في الاول في الاخر كان مدمن. فازاي نتعامل مع الموقف ده؟ احنا بيبقى لينا دور بان احنا بنوعي العيله او الاسره اللي جاي منها المدمن. يعني جزء بيبقى شغل مع المدمن نفسه وانه اتس اوكي، انا كان عندي مرض وانا دلوقتي خفيت منه وانا متعافي وقادر اشتغل وقادر انتج وبقيت فعلا انسان جديد. والتصرفات اللي بتطلع منه او الالتزام بالشغل بتاعه والالتزام بدوره في الحياه بعد كده بيبقى هو ده اللي قادر يرجع ثقه الناس فيه، ووجود أهل وراه وإحنا كمان، وعن طريق حضراتكم برضو إن إحنا بنتكلم إنه ممكن أكون أنا وقعت في هذا الفخ بس أنا دلوقتي وجودي متعافي بس قادر أتعافى وأكمل وأبدأ حياة جديدة. بالظبط. فده شيء لا يعبني إطلاقا يعني. دكتور شيماء أنا بشكرك، أنت نورتيني وكنت سعيدة باللقاء ده. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي. شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، بريك سريع ونرجع ليكم مرة تانية. مشاهدينا لسه مكملين معاكم، وصلنا لفقرة الغداء، فقرة المطبخ اللي كلنا بنستناها وبنحبها. نعمل النهاردة أكلة حلوة جدا كلنا بنحبها. خلوني الأول نرحب بضيفتي اللي هتعمل لنا أكلة النهاردة. ضيفتي النهاردة دكتور منة سمير، أخصائي التغذية العلاجية. منة أهلا بيك. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ أنا زي الفل. قولي لي في البداية هنعمل إيه ونقول مقادير الأكل اللي إحنا هنعمله وبعد كده نبدأ كلام. بصي احنا النهاردة ممكن نسميها فاهيتة المستعجلين. اللي هو احنا كلنا اللي كل حياتنا كلنا مستعجلين. وفي نفس الوقت تكون بطريقة صحية. لان احنا دايما بندور ان احنا نعمل المعادلة الصعبة، انك تعملي اكل بسرعة وفي نفس الوقت يكون صحي باكبر قدر يعني. طيب نقول هنعمل ايه، يعني قولي المقادير اللي هننزل بيها نعمل النهاردة فاهيتة. اوكي يس. طيب احنا هنعمل المقادير قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. فراخ، بصل، فلفل الوان، صويا صوص، بابريكا، توم باودر وبصل باودر وفلفل وملح، والرز طبعا ده الطبق الاساسي معايا، وزيت زيتون طبعا. يلا بينا نبدا بقى. يلا بينا. اولى خطواتنا هنعمل ايه؟ اولى خطواتنا ان احنا كده كده في كل الاحوال احنا مش بنحمر. احنا بنبدا الاول بالفراخ. دي اول حاجه معانا، ونعمل عليها رشه من زيت الزيتون. يعني احنا بنحط الفراخ تكون الطاسه سخنه عشان تاخد الصدمه الاولى بتاعت بالظبط اللي مع رشة خفيفة من زيت الزيتون. احنا مش هتحمريها. مش حاجة. يعني انت بتضيفي زيت الزيتون بالزبط على الفراخ اثناء التشويه على النار. طيب منا بقى انا عايزه النهارده استغلك بما ان انت دكتوره اخصائيه علاجيه، في ناس كتير قوي قوي بتعاني من مشاكل كتير قوي في المعده، المعده والهضم وجرثومه المعده، حاجات كتير قوي للاسف بتخلي اي حد ما يعرفش ياكل او مش قادر بالزبط ياكل او عنده مشكله في الهضم. ايه الاكلات اللي بتساعد على الهضم؟ طيب احنا المهم ان احنا نبقى عارفين انه اول حاجه في قوانين كده نحاول نبعد عنها طالما حد عنده مشكله في الجهاز الهضمي او في القولون. ابعدي عن القلي، ابعدي عن التحمير باي شكل من الاشكال. نقلل الدهون بتاعتنا، دايما الاكل بتاعنا يكون طريقه العمايل نفسها هي اللي بتفرق. انت ممكن تاكلي نفس الاكله بس بطريقتين، ده بيفرق عندك. تمام.
فالمهم قوي ان احنا نبعد عن القلي، ان الاكل بتاعنا دايما يكون الخضار هو الاساس بتاعه. مهم قوي ان احنا ما نقطعش النشويات، بس نستخدم النشويات المظبوطه لمشاكل القولون. يعني احنا مثلا عندنا البطاطس المسلوقه دي من اهم الحاجات المفيده، وبالدراسات بتقلل من فرص الاصابه بامراض سرطان القولون والمعده، لان هي بتغذي البكتيريا اللي احنا اللي متعارف عليه او اللي عارفينها، البطاطس المهروسه. اما هي البطاطس المهروسه او المسلوقه او انها معموله ويدجز او اي طريقه غير التحمير. تمام. عندك مثلا الرز البسمتي من المصادر الكويسه جدا، هو والرز البني ده عباره عن الياف غير الرز الابيض شويه. تمام. بس برضو حتى لو رز ابيض فهو افضل. احنا بنحاول نبعد على قدر الامكان او نقلل من النشويات اللي هي بتكون سريعه السكر ان هو يطلع منها، زي مثلا المكرونه. من اسوأ الاختيارات في منتجات الدقيق المكرونه. الناس اللي بيعانوا من مشاكل في المعده بيبعدوا عن المكرونه، هو ما بيبقاش محدد هو تعبان من ايه بالظبط. بس احنا دايما في بعض الاكلات لازم نتجنبها لحدوث اي مشاكل. الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم او مشاكل طبعًا في المعده، المكرونه بتكون من الحاجات المخاطر عليهم. طبعا بتكون مش مستحبه. البكون اكيد من يعني عشان بتاخد وقت طويل جدا عقبال لما بيتم هضمها، بتقعد حوالي 6 ساعات. فبتبقى متعبه جدا جدا ليه. هي مفيده جدا طبعا، ومليانه اندجستد فايبرز او الياف مش بتهضم. بس ده سبب في ان هو في القولون بيبقى متعب جدا. خلينا نقول برضو البقوليات اللي الناس بتشوفنا النهارده اللي هي الفول والعدس والذره والحمص والحاجات دي اللي بتبقى صعب هضمها، دي بتبقى خطر او مش خطر، نقول صعبه في الهضم. فهو نفسه لما بنعيدها شويه بنعمل اليمينيشن ليها، نيجي نرجع تاني ممكن يتعب منها. يعني لو انت وقفتي فول فتره من الوقت رجعتي تاكليه تاني ممكن تتعبي جدا. لو انت عندك مشكله في القولون، لان القولون مرض مزمن طبعا، ده مش اوقات لا هو على طول مزمن. يعني طالما اكلت يعني اوقات اقصد اقول لك ان هو اوقات من الاكل، يعني ممكن اوقات يحصل لك مشكله وبعد كده ترتاحي، بقى اوقات ثانيه ده طبعا حسب تناول الاكل. فاحنا بنستبعد دلوقتي عن كل الاكلات اللي ممكن تضر اي حد بيعاني من مشاكل في الهضم او مشاكل في المعده. بالظبط. طيب قلت لي كلمه حلوه قوي ان الرز مفيد، بس الرز البسمتي هو من اهم الحاجات اللي ممكن يستفاد بيها الناس اللي بتعاني من مشاكل في الهضم او مشاكل في المعده. بالظبط. ليه بقى؟ قولي لي ايه الحاجات اللي عندك. الرز البسمتي ده حبه كامله ما دخلش تصنيع. فالرز البسمتي حتى نفسك انت بتلاقي نفسك شبعتي اكتر من الرز البسمتي اكتر من الرز العادي طبعا، لان مستوى الالياف فيه اعلى من الرز العادي اللي دخل عمليه التبييض في المصانع. فالرز البسمتي لا فايدته بيبقى ما دخلش تصنيع، حبه كامله. انت قلتي لي هو مفيد قوي، وايه تاني؟ والبطاطس المسلوقه، البطاطس المسلوقه المهروسه او المسلوقه او الويدجز، اي طريقه غير طريقه التحمير دي من الحاجات المفيده جدا. طيب. جدا للقولون. منى عايز اسالك على حاجه، الاير فراير في ناس كتير قوي للاسف بتبعد عن القلي بس بتروح للاير فراير. شايفه الاير فراير حاجه صحيه؟ بصي هو عليها دراسات كتير نتكلم في الصحه والصحه. انا مش مقتنعه بيها، انا عندي في البيت ما بستخدمهاش، بس انا بقول ان في ناس بتعاني من المعده او بتعاني من مشاكل في المعده هي بتفيدهم، فانا عايز اعرف الكلام ده صح ولا لا. بصي هي فعلا انت ما بتحطي زيت، انت بتحطي حاجات بسيطه، اللي الرش بتاع الزيت الجديد اللي احنا بنرش على الاكل. احنا هنتكلم بقى في اشعاع ومش مش اشعاع، لا هي المفروض ان هي الدايركت كونتاكت مع الاكل ده بيكون الهيت زي الفرن. فالكلام عليها كتير، موضوع يعني الاير فراير في نقطه ان هي صحيه ولا مش صحيه. لكن طالما انت حاطه الاكل صحي او حاطه مثلا فراخ بس وعليها رشه توابل ونقطه زيت صغيره، انا مش بتكلم بقى عن الفراخ او الاكل نفسه او انت قلقانه منها، هي قلقانه من الاشعاعات اللي هي بتبقى في ثانيه تسلق الحاجه او تسوي الحاجه. انا بالنسبه لي والله بفكر هو الكلام واعتقد ان في دراسات كلام متضارب فيها بصراحه. يعني في حاجات بتقول لك هي فعلا في كهرباء بتخش، ففكره ان انت بتدخلي كهرباء ده لا ده غلط. وفي كلام بيقول لك ان لا هي العزل بتاعها بيكون كويس، وان اللي بيوصل بس هو درجه الهيت اللي بتبقى في اللي هي الحاجات نفسها اللي بتوصل الحراره. فهي بتبقى لا هي بصراحه هي ما فيهاش قول فاصل موضوع الاير فراير، بس انا بحبها لان هي مسهله الدنيا طبعا. انا ببقى مسهله الدنيا جدا، بس انا من نفسي انا يعني شخصيتي من الشخصيات لا عندي افكار قديمه شويه، ان انا بالنسبه لي ما بقتنعش الا من الفرن بتاعنا العادي. ما هو حتى المايكرويف انا عندي مشكله معاه، ما بسخنش اي حاجه فيه.
برضو قفل عليه صح. يعني ده صح. انا مروه كده. بس احنا بنتكلم ان احنا يا مروه دلوقتي الدنيا سريعه، شغلنا طبعاً. مهلك، فانت بتحاولي على قدر الامكان تمشي برتم الحياه صحيه على قد ما بتقدري. انت بتحاولي ان انت عندك عندي اطفال مثلا، اطفال دول بيحبوا الاكل المقلي، فهنعمل ايه؟ هقللهم؟ لا، بحاول دايما ان انا الاقي الحل البديل. يا يعني اما بعمل مثلا بانيه واحطه في الفرن او احطه في الاير فراير، بحاول ان انا على قدر الامكان اوفر لهم حاجات سهله. هم بيحبوا البطاطس محمره وانا ما بحمرش جدا، فنخش في حل وسط احطها في الاير فراير. بحاول على قدر الامكان. بس انا بالنسبه لي نستخدم اكله او اكلتين، طالما الولاد مثلا بيحبوا البطاطس المحمره يبقى دي الحاجه الوحيده اللي نستخدمها في الاير فراير. بس ما تبقاش بقى الاير فراير محور حياتنا. لا، مش لايف ستايل. لا يعني كل حاجه بقت دي اير فراير نحط الاكل. لا مش لايف ستايل. انا بالنسبه لي لا، موضوع غلط. احنا دلوقتي طب احنا كده خلاص شوحنا الفراخ، شوحنا الفراخ، نبدا نحط بقى التوابل بقى. التوم باودر، حط ايه دلوقتي؟ توم باودر. توم باودر، وبعد كده بصل باودر. منا في ناس بتحب تلون الفاهيتة شويه، يعني ايه تلونها؟ يعني تخليها لونها غامق شويه. ايوه، ما هو احنا هنحط بابريكا. البابريكا يديها اللون ده. البابريكا بتدي لون حلو قوي. في بقى ناس بيستخدموا مصححات اللون، شايفه الغلط؟ لا طبعا. يعني انا بعمل طريقه صحيه، استخدم مصحح لون يبوظ اللي انا بعمله. يعني ده برده مش من الحاجات اللي لا طبعا. هي الاكله كلها تبقى لذيذه كده وصحيه وخفيفه، مش عايزين ندخل فيها اي حاجه. بالظبط، ده حتى الاكله دي انا شايفه دلوقتي ان انت لما فعلا حطيتي البابريكا لونه اتغير بقى حلو جدا. بالظبط، ولسه ما هنحط صويا صوص. بس دايما اقول خدوا بالكم من استخدام الصويا صوص، سلاح ذو حدين، خطر للولاد. سمعت شويه. بصي، احنا طول ما احنا يعني احنا انا لو استخدمت معلقه قد كده، المعلقه دي مثلا فيها 9 كيلو كالوري مثلا. يعني هو بس المعلقه الواحده دي فيها حوالي جرام صوديوم، فيها حوالي 900 مللي جرام من الصوديوم بالظبط. واحنا دايما قلقانين بنقلق من الصوديوم. احنا الاستخدام الكلي لينا المسموح لينا احنا في يومنا 2500 مللي جرام. بس عايز اقول لك برده احنا استخدام الصويا صوص مش دوما، يعني مش كل يوم، مش يوميا بنستخدمه، يعني كل 4-5 ايام ممكن 3-4 معالق. بالظبط. احنا مشكلتنا دايما في الاكلات اللي بيكون فيها الصويا ده اساسي، زي الاكل الاسيوي، زي السوشي. ايوه انا فاهمه، بس احنا برضو بنحاول بقدر الامكان احنا نقلل من دلوقتي بقى الصويا صوص في المطبخ، زي التوابل احنا بنستخدمه في كل احنا حاجه. بنستخدمها كتوابل. احنا بنستخدمها كتوابل، مش في الحاجات الاساسيه زي السوشي والكلام ده. بالظبط، انما اساسي الحاجات بقى اللي هو بيكون نقدر نقول ان هو خطر بقى، وان هو الصوديوم بتاعه كتير وبيقبس ميه في الجسم وبيعلي الضغط وكل الكلام ده. احنا نتكلم في الناس اللي بتاكلوا الاساسي، يعني الناس اللي بتاكل سوشي بيستخدموا كميه قد كده مثلا. في الوجبه معلقتين يعني في الطبيخ كده، واحنا بنستخدمه مع التوابل عشان يدي مثلا مع دبس رمان، ده بيبقى عادي. بالظبط، بنحاول برده زي ما بنقول نقلل استخدامنا من الصويا صوص، الناس اللي بقت تستخدمه على طول في المطبخ زي التوابل وزي الحاجات اللي احنا بندخلها للاكل. طيب انتوا زي ما انتوا شايفين خلصنا تحمير او تشويح الفراخ، دلوقتي هنضيف الصويا صوص شويه عشان ده فيمنا الصويا صوص النهارده. ما ده على كميه بتدي لون حلو قوي، يعني بتدي لون جميل قوي صراحه عشان اللون، وبتدي طعم كمان مسكر سنه كده، بيبقى طعمه حلو قوي. انا دلوقتي بقيت استخدمها خلاص، بقيت على طول موجوده في الثلاجه، بقيت استخدمه مع التوابل ومع الحاجات الاساسيه سواء في اللحمه او في الفراخ. بالظبط. طب خلاص احنا كده خلصنا، نقول بقى الخطوه الجايه عشان احنا ناقصنا 4 دقايق. اوكي، على طول. بصي بقى احنا بنحط بصل وبنحط الفلفل عشان الوان الافكار الخاطئه اللي عند بعض الناس. انا واحده منهم، ان انا كنت بحط البصل الاول اشوحه قبل الفلفل. احنا ده بقى غلط. احنا بنحط نقطه الثوم والبصل والفلفل الالوان في الاخر، فلفل الالوان، ودول مش مطلوب منهم يتحمروا اصلا. يعني احنا بندي تقليبه بس كده، كله في قلب بعضه، ياخد بس اللي هو يدبل بس وخلاص على كده. كده بقت جاهزه. استاذ حسام المخرج بيقول في ناس بتحط نص في البصل في الاول وبعد كده بيسيبوا النص في الاخر. ما انت كده شوحتي. شكلك جعان يا استاذ حسام. لا لا، هو المفروض انا بقول ان الخضروات ما تستويش في الاكلات. بالزبط. اللي احنا بنعمل فيها لحمه او كده، هي كده مش مستويه. انا بقى بحب كده اللي هي تبقى كل الالوان باينه، يا دوبك بتدبل بس. نستفاد من كل الاصناف اللي موجوده فيها. معانا فلفل الوان، فلفل اخضر، معانا بصل. فانا بشوف ان هي تشويحه بس على النار في الاخر. بالزبط. احنا كده نستفاد بيها اكتر. شكل الطبق حلو جدا. تسلم ايدك كده. خلاص تاخد بس دقيقه كمان، نحطها بقى هناك عشان نقدم. ايوه، طبق قريبه من الطاسه. ده برضو من الاكلات اللي احنا بننصح بيها كل الامهات اللي بيعملوا اكلات لاولادهم الصغيرين. بالظبط،
لانه طبعا بيبقوا محتارين، ودي اكله صحيه جدا ما حطيناش اي نوع من انواع الزيوت ولا اي حاجه، هي مجرد بس ان احنا هنحط جنبها فلفل شويه طبعا رز وخضار زي ما انتم شفتوا الالوان. حد عايز يضيف جزر عليها؟ اعتقد يا منى عادي. بس مش هتبقى فاهيتا يعني، فاهيتا ما فيهاش جزر، هي دي طريقه فاهيتا، فاهيتا فاهيتا زي بتاعت بر. بس كده انت نورتينا النهارده. نحط بقى الرز مع الاكل عشان اجي ابدا بقى ادوق واشوف الاكل. تسلم ايدك. زي ما انتم شايفين عملنا اكله جميله جدا كل البيوت المصريه بتحبها، الفاهيتا اللي احنا بنعملها كلنا، فاهيتا الفراخ، وممكن نبدل طبعا الفراخ باللحمه عشان تبقى اكله صحيه وسهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها، وكل المكونات موجوده في كل البيوت المصريه. بنشكر ضيفتي اللي كانت منورانا النهارده دكتور منى سمير اخصائي التغذيه العلاجيه، بنشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا. مشاهدينا كده كل فقراتنا انتهت، يا رب تكون عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات جديده من هو هنا، اشوفكم على خير، الى اللقاء.